كثيره تجي معبره كيما واحد في الساشي في غرفه رغم كل المحاولات التي بذلها أخيرا رؤساء الاتحاد الأوروبي وخاصة الرئيس الفرنسي ماكرون للجمع بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب في جلسة واحدة إلا أنها باءت بالفشل نظرا لتشدد الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتشديد الحصار والتي لم تعد تستثني أي مؤسسة أو شركة تتعامل مع إيران من العقوبات القاسية ونظرا أيضا لتشدد الطرف الإيراني في المطالبة بحقه في التطوير المفاعلات النووية الخاصة به. ما يجري الآن هي محاولة على نطاقين، أما على النطاق الإيراني فإن هناك محاولات كثيرة لإعادة خلط الأوراق في المنطقة، سواء من خلال إبراز نوع من السيطرة على دول بعينها في الشرق الأوسط وقدرة إيران على تحريك الأوراق متى أرادت، سواء في اليمن، في الخليج العربي، في سوريا، في العراق، في لبنان وغيرها، وذلك لتكون لديها أوراق للضغط والتفاوض. أما على النطاق الثاني النطاق الأمريكي فهو محاولة لجر العالم وإقناع الجميع بأن إيران هي المتورط رقم واحد في ضرب مؤسسات أرامكو في السعودية، وبالتالي تصويرها وكأنها هي التي بادرت بالهجوم على السعودية. السياسة الأمريكية المتبعة سواء منذ ما قبل الرئيس الأمريكي الحالي ترامب أو في عهد ترامب تتمثل في محاصرة إيران اقتصاديا وعزلها دوليا ومحاولة خنقها خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي. هذه السياسة آتت أكلها نسبيا فقط، وحتى الاتفاق النووي لا يمكن فهمه إلا من هذه الزاوية، زاوية أن لا إيران ولا باقي الدول الغربية تريد أن تحدث أو تكون هناك مواجهة شاملة بين الطرفين بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على المستوى الاقتصادي العالمي وخاصة أسعار البترول وغيرها. ولذلك كانت هناك دائما محاولات من أجل البحث عن حل ما يحفظ ماء وجه الطرفين، لكن ترامب بإعلانه عدم اعترافه بالاتفاق النووي اختار الحل التصعيدي الآخر، وهو إما أن إيران ترضخ لإملاءات أمريكا وما تريدها أمريكا، وإما فإن سيكون مآل عدم رضوخها المواجهة المسلحة المحدودة، أقول دائما المحدودة، قصد ردعها ولكن قبل ذلك خنقها اقتصاديا وبكل السبل وقطع كل إمكانية للتعاون معها حتى من باقي الدول الأخرى.